السيارة هذه جيب جراند شيروكي موديل 2013، سيارة حلوة ياسر، فيها موتور في 6 إيسونس 3.6 لتر، السيارة هذه جات مخلطة زيت وماء في الرادياتور، فرغت من الماء وسخنت له. جينا نشوف نلقوا الموتور مغسول خسلان بالزيت، فيها مشكل في تضييع الزيت، هابط على الكواكا الزيت وهابط على الماكينة على الموتور. جي ثبت على اساس اي واحد باش يمشي مخه ديريكت للسيل اللي هو براويل في البروكان سموها بين الموتور والبوات. يجي يشوف تلقى الزيت هابط من فوق. هذه سي سيلندر اون في، 3 سيلندر منا، ريفريجيران موجود، كور ريفريجيران لهنا داخل فيه الماء، وموجود ريفريجيران فلتر الزيت فوق منه بحيث يتعرضوا لياسر سخانة بحكم كله هذا. جوان توريك، دي جوان توريك موجودين، مانوات خاصة، هذا فلتر الزيت، وهذا يصير ريفريجيرون، بحيث انه تويك عندنا المشكل نتاع السخانة والمشكل نتاع الزيت، خليط الماء كله ريفريجيرون وكل ريفريجيرون، ونشوفوا كيفاش نصلحوا.